السلام عليكم ومرحبا بكم خالتي اخواتي في هذا الفيديو الجديد. كما عودناكم اليوم جبناكم اهم اخبار الجزائر، وفي الاخبار عندنا الفيفا تصنف المشجعين الجزائريين على انهم من اسوأ في العالم، فهل هذا صحيح؟ في الاخبار ايضا اسبانيا تستغل رئاستها للاتحاد الاوروبي لكي تتقرب من الجزائر اكثر. اخيرا في الاخبار الدول الاوروبية تتفق على منع الحراقة من الوصول الى بلدانها. هذه هي أبرز عناوين أخبار الجزائر اليوم، ما ابقوا معنا حتى الآخر باش تعرفوا تفاصيل هذه الأخبار. وقبل ما نبدأ الفيديو أعزائي المشاهدين، ما تنساوش أرجوكم تضغطوا على زر الإعجاب. على بالي عييتكم كل يوم تضغطون على زر الإعجاب، لكن إذا ما ضغطتوش على زر الإعجاب، لكن هذا مهم جدا بالنسبة لنا وللقناة، وإذا لم تضغطوا على زر الإعجاب فيديوهاتنا لن تصلكم مجددا. إذا أرجوكم اضغطوا على زر الإعجاب، وهذا أقوى دعم يمكنكم أن تقدموه لنا. شكرا لكم. في الخبر الأول سنتحدث عن موضوع مثير للجدل. الفيفا تصنف المشجعين الجزائريين على أنهم الأسوأ في العالم، فهل هذا صحيح؟ تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده تصنيف الاتحادية الدولية لكرة القدم فيفا المشجعين الجزائريين كأسوأ مشجعين في مونديال قطر 2022، رغم أنهم لم يتأهلوا حتى لكأس العالم. وكانت الصفحات المغربية على منصات فيسبوك قد تداولت هذا الخبر على نطاق واسع، ونسبت الصفحات ذاتها هذا الخبر إلى موقع فرانس 24، إذ تم تداول الخبر من موقع فرنسي تحت عنوان الفيفا تصنف المشجعين الجزائريين في مونديال قطر كأسوأ مشجعين في العالم من حيث التنظيم والسلوك العدواني. في هذا الصدد كشفت منصة إيكات الخاصة بالتحقق من صحة الأخبار المتداولة إعلاميا وإلكترونيا أن هذا الخبر مفبرك ولا أساس له من الصحة. كيف يمكن أن تصنف الجزائريين كأنهم أسوأ مشجعين في العالم رغم أنهم لم يتأهلوا حتى لكأس العالم؟ وأوضحت المنصة أن موقع فرانس 24 لم ينشر هذا الخبر أبدا، وأبرز المصدر ذاته أن الخبر كاذب. قيل أنه نشر على الساعة 5:53 مساء بتاريخ 3 ديسمبر الجاري، إلا أنه في التوقيت ذاته نشرت فرانس 24 موضوعا بعنوان هولندا أول المتأهلين للربع النهائي بفوزها على الولايات المتحدة الأمريكية. من جهتها لم تنشر الاتحادية الدولية لكرة القدم الفيفا عبر موقعها الرسمي أي خبر بخصوص تصنيف المشجعين أو غير ذلك. يذكر أن الجماهير الجزائرية توجهت بقوة إلى قطر لحضور مباريات مونديال رغم غياب المنتخب الوطني الجزائري عن هذه التظاهرة الرياضية. فما رأيكم أنتم في هذا الموضوع أعزائي المشاهدين؟ وإذا كان هنالك تصنيف لأسوأ المشجعين في العالم، فمن في رأيكم سيحصل على هذا اللقب؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات. في الخبر الآخر، إسبانيا تستغل رئاستها للاتحاد الأوروبي لكي تتقرب أكثر من الجزائر. حيث من المرتقب أن تتولى إسبانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في الفترة الممتدة بين الفاتح من جويليا إلى 31 ديسمبر 2023. وفي هذا الصدد كشفت وكالة RPC الإسبانية أن مدريد تستغل رئاسة الهيئة الأوروبية للتصالح مع الجزائر. وأوضح المصدر ذاته أن حكومة بيدرو شانسيز ستحاول الاستفادة من رئاسة الاتحادية الأوروبية لمحاولة تسوية علاقاتها السيئة مع الجزائر من خلال عقد قمة بين الأوروبيين ودول الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط في محاولة منها للاجتماع بقيادة الجزائر. وفي هذا الصدد أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس مؤخرا عزم إسبانيا عقد قمة أورو متوسطية خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي. تعتزم حكومة شانسيز توجيه الدعوة للجزائر والمغرب وتونس وإسرائيل ومصر والأردن وفلسطين لحضور القمة المرتقبة إلى جانب 20 دولة أخرى. يذكر أن الأزمة بين الجزائر وإسبانيا مستمرة منذ أزيد من نصف سنة بسبب تغيير مدريد لموقفها من قضية الصحراء الغربية ودعمها لمقترح الحكم المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة. وكشفت تقارير إعلامية إسبانية أن إسبانيا باتت تختنق بسبب الإجراءات المتخذة في حقها من طرف الجزائر. أيضا أفادت وكالة لا بروفيسيونال الإسبانية أنه طيلة هذه المدة لم يتغير أي شيء من طرف الجزائر، ولم تخفف القيادة الجزائرية أي إجراءات صارمة ضد مدريد. وأكد المصدر ذاته أن رجال الأعمال الإسبان يعانون بسبب إجراءات الجزائر،
إذ أن الجمارك الجزائرية تواصل استخدام حق النقض الفيتو على المنتجات ذات المنشأ الإسباني، كما ترفض البنوك الجزائرية توطين فواتير الشركة الإسبانية. ما رأيكم أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع؟ وهل تود أن تكون العلاقات جيدة بين الجزائر وإسبانيا؟ أم ترون أن إسبانيا تستحق ما تتلقاه من الجزائر؟ أخبرونا لكم في التعليقات. أخيرا في الأخبار، الدول الأوروبية تتفق جميعا على منع الحراق من الوصول إلى بلدانها، حيث من المرتقب أن تشدد الدول الأوروبية قيودها للتصدي لظاهرة الهجرة الغير شرعية أو الحراقة. واتفق عدد من الدول الأوروبية على رأسها بريطانيا على خطة تهدف إلى تعزيز التعاون من أجل محاربة ظاهرة الحراقة وتقديم المهربين إلى العدالة. وأفاد التقرير الإعلامي أن وزراء الداخلية الأوروبيين اتفقوا خلال اجتماع عقد لمناقشة ظاهرة الهجرة الغير نظامية على تعزيز التعاون وحدة استخباراتية مشتركة تقصد بتمكين الفرق العملية من اكتشاف وتحديد مكان الشبكات الإجرامية والحراقة. وأبرمت المملكة المتحدة اتفاقية عمل مع وكالة الحدود الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز جهود احتواء الهجرة الغير شرعية، وتعاهدت دول أوروبية أخرى بتكثيف دعمها وتعاونها في هذا الشأن. من جهته، وجه وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانين تعليمات صارمة للسلطات الفرنسية من أجل تطبيق إجراءات متعلقة بطرد المهاجرين الغير شرعيين وإرجاعهم إلى أراضيهم الأصلية. وشدد دارمانين على ضرورة التسجيل المنتظم للأجانب الخاضعين لأوامر مغادرة التراب الفرنسي في قائمة الأشخاص المطلوبين. وأوضح وزير الداخلية الفرنسي أن تطبيق الإجراءات لا يجب أن يمس المهاجرين الجانحين فقط، بل جميع المهاجرين الغير شرعيين. وطالب المسؤول الفرنسي من المهاجرين الذين يصدر في حقهم أمر مغادرة التراب الوطني باتخاذ عنوان إقامة موثوق ودائم في حال تعذر وضعهم في مراكز الاحتجاز الإداري. يذكر أن الجزائر شددت في وقت سابق على ضرورة تبني مقاربة شاملة في مسألة الهجرة الغير شرعية، تبنى على أساس نهج متوازن يجمع بين الأمة والتنمية ويراعي مصالح الجميع. على حسب آخر قرار من فرنسا أو من وزير الخارجية الفرنسي جيرارد دارمانين، فقال أنه سيحتفظ بالمهاجرين الغير شرعيين الذين يمتلكون بعض المهارات في شتى الميادين. أما الحراق لا يجيدون تحدث الفرنسية أو لهم سوابق، سيعيدهم إلى بلدانهم، وهذا يعني انتقاء المهاجرين. فهل ترون أن هذا منطقي؟ وهل تقبلون بهذا؟ أخبرونا لكم في التعليقات. إخواني وأخواتي، هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الفيديو. أشكركم جزيل الشكر على المشاهدة، وسنلتقي مجددا في فيديو آخر مع أخبار أخرى. إلى اللقاء.